جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول عندنا إمام مسجد يقول إذا وجدتموني أخطب في يوم الجمعة فلا تصلوا تحية المسجد، ولكن بعض الناس لا يستمعون إلى كلامي ويصلون، ويقول لهم من لا يسمع كلامي لا يصلي، من لا يسمع كلامي لا يصلي. وإذا كان يخطب ورأى واحدا يصلي يقول له اجلس يا فلان، وإن لم يجلس كررها 3 أو 4 مرات ويقوم بتغيير الخطبة عن هذا الموضوع. ووجهونا حول هذا جزاكم الله خيرا. أولا ينبغي للمصلين التبكير لحضور صلاة الجمعة، لأن هذا من أفضل الأعمال. تبكير لصلاة الجمعة هذا من أفضل الأعمال. نعم. قال صلى الله عليه وسلم من جاء في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، من جاء في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، من جاء في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، ومن جاء في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن جاء في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فالذي يأتي بعد الخامسة هذا فاته تقريب، يعني فاته القربان الذي فيه الفضيلة، وهو يتفاوت كما سمعنا بتفاوت تبكير إلى المسجد. أما ما ذكره السائل من أن من دخل والإمام يخطب، فإن بعض الخطباء ينكر على من يصلي تحية المسجد وقت الخطبة، هذا غلط كبير، لأن هذا الإنكار خلاف السنة. السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من دخل والإمام يخطب فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين. فقد دخل رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قم فصلي ركعتين. فمن دخل والإمام يخطب فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذا هو السنة، ويجب أن يخبر الناس بذلك. أما إنكار هذا الإمام فلا أصل له، ولعله لم يطلع على السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ما ذكره الفقهاء. والواجب أن الإنسان لا يتكلم في الأمور الشرعية إلا عن علم ومعرفة، لأن الخطأ في هذا كبير، ويحصل فيه من إضلال الناس الشيء الكثير، وهو من القول على الله تعالى بلا علم. فيجب على هذا الخطيب وأمثاله أن لا يتكلموا إلا عن علم وبصيرة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح لو تكرمتم، ألاحظ في نهاية الرسالة أنه يقول إن الخطيب يقول إن الحديث الشريف الوارد بذلكم الخصوص خاص بسليكة الغطفاني بارك الله فيكم. هذا من جهله، أصبح قد اطلع على الحديث. نعم. ولكنه تكلم فيه بهواه. والحديث ليس خاصا بسليك الغطفاني، إنما هو عام، إن دخل والإمام يخطب فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين، مع الحديث الآخر الذي هو الأصل في تحية المسجد. قد قال صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. إلا أن صلاة الركعتين وقت الخطبة ينبغي أن يخففها. طيب. أن يخففها لأنه جاء في الحديث وليتجوز فيهما، يعني يخففهما من أجل أن يتفرغ لسماع الخطبة. نعم. بارك الله فيكم. شيخ صالح، بعض الأخوة المستمعين يناقش في كون الاستماع للخطبة واجب وتحية المسجد سنة، وحينئذ يجب أن يقدم الواجب على السنة، ما هو تعليق الشيخ صالح؟ هذا التعليل في مقابل نص. والتعليل إذا كان في مقابل نص لا يلتفت إليه. طيب. بارك الله فيكم وأحسن إليكم.